تواصل وزارة الداخلية تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الأحوال المدنية والوصول بها للمواطنين في كل مكان من خلال التوسع في إنشاء مقرات جديدة للأحوال المدنية بالمولات التجارية، بالإضافة للتوسع في المصدرات التي يقدمها السجل المدني الذكي. تطور وزارة الداخلية من خدمات قطاع الأحوال المدنية ليتمكن المواطن من الحصول على مصدراته بصورة حضارية ميسرة وفي أقرب مكان له، واستكمالاً لخطة القطاع في التوسع في إنشاء مراكز نموذجية لتقديم خدمات الأحوال المدنية بالمراكز التجارية الكبرى. فقد استحدث القطاع مراكز نموذجية بعدد من المولات التجارية بالقاهرة والغربية، وهي مول العروبة بطنطا، ومول أفينيو بالرحاب، ومول سيتي سنتر ألماظة، ومول تاون سنتر السلام بمدينة السلام. فكرة المراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية بالمولات الشهيرة تعتمد على استخراج المواطن للأوراق الثبوتية دون التقيد بنطاق جغرافي على مدار اليوم. احنا جينا النهاردة علشان محتاجين شهادة ميلاد لبنتي في المدرسة، فجينا ما خدناش 5 دقايق، ومكان نظيف جدا وسريع جدا. في اختلاف واضح في التعامل وفي المكان وفي تقديم الخدمة، والإجراءات كلها هنا كانت متيسرة وبطريقة سلسة خالص. سرعة في أداء الخدمة، لا ما شاء الله يعني ممتاز. المراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية ذات تصميم معماري مميز ومجهزة بأفضل الوسائل التكنولوجية لاستخراج الأوراق الثبوتية وأماكن انتظار لائقة للمواطنين، كما زودت بخدمات الترجمة للوثائق الثبوتية. كل الحاجات اللي أنا ممكن أحتاجها في السجل المدني موجودة. فكرة حلوة جدا الموضوع فتح في مول. أنا ما تخيلتش إن المكان هنا بالنظافة دي والراحة دي وفاضي وسريع جدا جدا جدا. المكان كويس جدا، أنا جيت وتعاملت بكل سلاسة مع الستاف، بصراحة ناس في قمة الذوق والاحترام. وتتوسع الوزارة في إنشاء تلك المراكز النموذجية في مراكز التسوق على مستوى الجمهورية لتصل بخدمات قطاع الأحوال المدنية للمواطن للتيسير عليه في أي مكان، وتقدم الخدمة بشكل مميز وحضاري. بحب أشكر الأحوال المدنية وزارة الداخلية على المجهود اللي هم بيحاولوا يساعدوا بيه الجمهور. واستمرارا لمنظومة التطوير الذي يشهده قطاع الأحوال المدنية وتماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، فقد طور القطاع من الخدمات التي يقدمها السجل المدني الذكي، والذي كان يقتصر على شهادات الميلاد فقط، فأصبح المواطن بإمكانه أن يحصل أيضا على شهادات الوفاة والزواج والطلاق من خلاله دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة. وقد بدأ القطاع بسلاسي سجلات ذكية كمرحلة أولى بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وبمول سيتي ستارز بالقاهرة، ومول العرب بالجيزة، وتوفر أعلى معدلات الأداء لطالب الخدمة من خلال التحقق من هويته عن طريق بصمات الأصابع والوجه ومطابقتها بما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومي بقطاع الأحوال المدنية. النهاردة من المكنة دي جيت وعرفت أن في حاجات كتير ممكن تخلص في 5 دقايق بس. الإجراء ما بياخدش أكتر من 5 دقايق، والواحد بيحصل على أي وثيقة هو عايزها. وتنفذ وزارة الداخلية خطة متكاملة لنشر هذه الخدمة على نطاق واسع بمراكز التسوق والتجمعات السكانية، وهو ما يعد استمرارا لجهود تبذلها الوزارة لتطوير كافة خدمات قطاع الأحوال المدنية ليحصل عليها المواطن بصورة حضارية ميسرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.